هل تم فرض ضريبة جديدة تحديدا على العقار في مصر؟ ده سؤال بيسأله بعض المواطنين. لما نسأل وزارة المالية يقول لك أبدا، الضريبة الموجودة اللي فيها 2.5% على أي حركة بيع وشراء ده قانون سابق وصدر في 78، بس البرلمان عمل تعديل عليه. طيب إيه وضعنا؟ عايزين نفهم تفاصيل أكتر حوالين هذه الضريبة. وهل أنا لما هاجي هبيع شقة أو هشتري شقة من حد، طب ما أنا ببيع واتفق معاه جوه أوضة مقفولة، الدولة هتعرف منين؟ يقول لك لا، الدولة هتقفل عليك بقى وأنت رايح تغير عداد ولا رايح تسجلها. تفاصيل أكتر عايز أعرفها، لأن أنا مش قانوني. من الدكتور أيمن عطلة المحامي ومقدم برنامج الأفوكاتو على قناة القاهرة والناس. مساء الفل دكتور أيمن. مساء الخير يا أستاذ محمد، على حضرتك وعلى مشاهدي القاهرة والناس. فيما يتعلق، هل نبدأ سؤال سؤال، هل تم فرض ضريبة عقارية جديدة ولا دي ضريبة موجودة؟ لا، هو ما فرضش ضريبة عقارية جديدة، هي دي ضريبة موجودة بالقانون اللي هو المادة 42 من القانون 91 سنة 2005. هو حصل تعديل على المادة. التعديل تم امتى سيادتك؟ التعديل ده كانت احد نواب مجلس الشعب الفضليات سيدة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة، قدمت اقتراح بتعديل المادة. ليه؟ هي شافت ان الضريبة على الضريبة العقارية اللي هي 2.5% ما بيتمش تحصيلها، الدولة بتعجز عن تحصيلها، الناس بتعمل ساحة توقيع، الناس ما بتروحش تسجل، فالضريبة دي ما بتتحصلش. فهي قدمت مشروع لمادة معينة، لو تحب حضرتك اقولها لك. انا اتفضل اتفضل نشرحها برضو للناس عشان الناس نشرحها للناس. ماشي. هو المادة بتقول تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء عليها، عادة يعني استثنى القرى، سواء انفض التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه، يعني لو في شقة أو ما شابه ذلك. الجزء اللي الناس بقى بتتكلم عنه اللي هو وتمتنع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات وشركات الكهرباء والمياه وحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار او تقديم الخدمه الى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد تثبيت الضريبة. يعني الدوله زنقت المواطن، قلت له تعالى بقى، انت عشان تسجل هتدفع 2.5%، علشان تركب عداد كهرباء هتدفع 2.5%، علشان تعمل اي اجراء في الشقه دي هتقدم العقد هتدفع 2.5%. تمام؟ نعم. طب يا ترى مين اللي بيدفع 2.5%؟ المفروض مين اللي كان بيدفعها في القانون القديم؟ المفروض اللي كان بيدفعها اللي باع الشقه، اللي كسب فلوس، اللي خد فلوس. الوضع اتغير النهارده، اقول لا بقى انا مش هقعد ادور عليك، انت خدت الفلوس ومشيت. الاثنين متضامنين، البائع والمشتري متضامنين قدام الدوله دلوقتي في سداد هذه الضريبه. بسداد كام اجمالا؟ 2.5%. 2.5% من قيمه المبلغ المذكور في العقد. على فكره المبلغ ده موجود من زمان، بس الناس كانت بتعمل ايه يا استاذ محمد؟ الناس عشان ما تدفعوش، نتيجه ان مثلا واحد محوش تحويشه عمره، راح يشتري شقه، رايح يشتري حته ارض صغيره، فكان يعمل دعوه صحه وسط، صحه توقيع. صحه التوقيع ده نفسه هيبقى عليه فلوس. عليه بقى 2.5%، معناها غريب في الامر. يعني انت في اي لقطه هتتعامل فيها مع الدوله تقول لك تعالى يا حلو. عداد كهرباء هيقول لي تعالى. بس في نقطة مهمة لازم نذكرها ولازم القانونيين يتكلموا فيها. اتفضل. هي دعوة صحة التوقيع، دعوة ناقلة للملكية. دي دعوة تحفظية. يعني دي دعوة تحفظية مش ناقلة للملكية. ده احنا بنقول للناس يا جماعة من فضلكم سجلوا، ما تعملوش دعوة صحة توقيع. أمال إيه اللي ناقل للملكية دكتور أيمن؟ أنا اشتريت منك شقة. القانون بيقول لا، الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل. التسجيل ولا أروح أسجلها في الشهر العقاري؟ ما هو تسجيل في الشهر العقاري. بس دي كلها بندفع عليها رسوم بسيطة. 2.5%، بس اللي كان لا 2.5%. اللي كان بيدفعها هو الشخص اللي بياخد الفلوس اللي هو البائع. نعم. تمام؟ فكانت بتثار بقى مشاكل، الشارع ما يعرفش يحصلها، يبدأ يلجأ لإيه؟ اختار بنك يعمل حجز على ماله في البنك، كانوا بيتعبوا في تحصيلها، هم النهارده عايزين يسهلوا على نفسهم، صعبوه على الناس. يعني إيه؟ تعالى بقى أنت عايز أي حاجة تعملها، يبقى أنا هدفعك 2.5% يا راجل يا مستر. في بقى لغط حاصل النهارده على السوشيال ميديا يقول ان كمان التوريث عليه كده، لا الكلام ده مش مذكور بقى عندنا. هم قالوا ايه؟ اللي هي ضريبه التركات. لا ده دي ضريبه ثانيه موجوده، لكن هو الخلاف هنا ما ذكرش في التعديل ده ضريبه على التركه، لكن على ايه بقى الضريبه؟
اي تصرف خاضع للتصرف بالوصيه او التبرع او بالهبه للغير، الاصول او الازواج او الفروع او تقديم حق الدفاع على العقار او تاجيره لمده تزيد عن 50 عام. الله، ده انت جيت بحاجه جديده. يعني انا النهارده لو عايز اعمل هبه لابني ادفع 2.5%، لو عايز اعمل وصيه ادفع 2.5%، لو عايز الا اذا كنت بوفي لجهه ذات نفع عام. هي دي الجهه بقى اللي هتعفى من الضريبه، ما ادفعش عليها بقى. طيب انا دلوقتي عايز ثواني، انا دلوقتي اشتريت منك شقه، تمام، تمنها الفعل اللي اديتهولك في ايدك 1,000,000 جنيه، تمام، ممكن نعمل العقد ب 500,000 وادفع 2.5% على ال 500,000، ما ده اللي بنعمله في العربيه. ممكن طبعا، بس هو هتصطدم بحاجه ثانيه بقى. ايه؟ وانت بقى بتسجل ده ممكن هتعمله، لان ما فيش جهه هنا هتقدر تقول لك انت كتبت ده ليه او بكام. هو والله ده بالتراضي. في التسجيل بقى كان بيبان ده في حاجه اسمها الرسوم الاصلاحيه. لما كان ينزل بقى بتاع المساحه يرفع لنا مقاسات الشقه كانت تبان بقى. فكانوا يعترضوا على ده، لكن بالنسبه للامور دي هيعملوا كده. بس على فكره، ما هو ده يسبب مشكله للمواطن. ان حضرتك بتكتب قيمه اقل، لا قدر الله حصل اي نزاع انت عند القيمه الاقل، هيدخلك في قضايا اشتراك. لا، اصل انا بقول لحضرتك ليه؟ لان المصريين كانوا بيعملوا ده اثناء تسجيل السياره. فيقول لك العربيه تمنها مثلا 1,001 كده يعني. ان في السياره ما تبقاش عامله مشكله، لكن في العقارات هتعمل مشاكل عشان في حاجه اسمها شفعه. واخد بال حضرتك؟ في حاجه اسمها ايه؟ الشفعه. يعني انا النهارده لو حضرتك بتشتري ارض، تمام كده، وكتبت القيمه مثلا اقل من القيمه الفعليه، جارك اللي جنبك ممكن يجي يحط لك القيمه دي في المحكمه، ويقول انا عايز اشتري الارض بنفس القيمه. تمام؟ مش كده، بالتالي ما ينفعش اذكر قيمه اقل. هو دي نصيحه بقى نوجهها للمواطن، نقول له من فضلك انت لما تكتب قيمه اقل انت بتضر نفسك عشان تهرب من 2.5%. طب كده دكتور ايمن، يعني احنا نقول لاي حد رايح يشتري شقه، القانون لسه لم يطبق. هو النهارده اقر القانون وراح للجنه الفتوى والتشريع بمجلس الدوله ولسه ما طبقش. نعم. لسه ما طبقش. طيب لا. لا، اول ما يتم تطبيقه، لو انا رايح اشتري شقه اروح قايل للبايع اللي انا بديله الفلوس، لا انا هشيل 2.5% عشان انا هدفعهم للدوله. طبعا اللي بيبيع لك تدفن عليه 2.5%، تاخدهم حضرتك، هيبقى كده المشتري عباره عن محصل. بيحصل للدوله ال 2.5%. اقول له انا هقسمهم عشان انا هدفعهم للدوله وانا رايح اعمل نقل عداد، صح؟ المصرة ده عمل برضه فتح باب للغة. ليه بقى؟ لانه قال ايه؟ ان الضريبه على الاثنين متضامنين. هيجي بقى اللي بيبيع النهارده يقول للمشتري لا، ده القانون قال احنا الاثنين بالنص، مع ان اصلا في الاصل في الماده الاصليه كانت على البائع مش على المشتري. طب الصح ايه؟ الصح بقى دلوقتي ان اللي بيشتري شقه يخصم قيمه 2.5% من قيمه الشقه لسدادها، ويتكتب كده في العقد لسدادها لمأموريه الضرائب العامه، مأموريه الضريبه العقاريه. تقدير حضرتك القانون هينزل لأرض الواقع امتى والتنفيذ؟ يعني اعتقد في مصر يعني ايام، وهم هيحصلوا ضريبه يعني، العمليه تبقى سريعه شويه. العمليه سريعه. عن اي قانون تاني يعني في أرض. بشكرك الصديق العزيز دكتور. اتفضل. انا عايز اوجه نداء من خلال برنامج حضرتك، انا طبعا اهم بشوفه ويهمني المشاهد المصري يعرف حاجه واحده، نصيحه مهمه جدا. ملكيه اي عقار لا تنتقل الا بالتسجيل. ارجوكم سجلوا عقاراتكم عشان تحافظوا على السيطره العقاريه لاولادكم. أنا بشكرك صديقي العزيز دكتور أيمن عطلة، المحامي ومقدم برنامج الأفوكاتو على قناة القاهرة والناس، زميلي العزيز.